خايف وفكر ان ده شوف انت عامل كده غلط السنه واضح كده امي واضح تو نبدا الفريق طبعا الصغار ايوه شويه والله طبعا احنا ابتدينا المرحله الاولى من شهر 7 اللي فات سنه 2018 وطبعا هنا المرحله الاولى طبعا هي طبعا مده الاكاديميه 4 سنوات فانتهينا من المرحله الاولى في تعلم المهارات الاساسيه لكره القدم طبعا خرجنا الدفعه الاولى طبعا حوالي 40 متدرب واليوم حيتم تكريمهم باذن الله ما زالوا طبعا الباقي حيكملوا المرحله وطبعا هذه المرحله الاولى اما المرحله الثانيه طبعا حتكون طبعا في العامل البدني تخش في العامل البدني والمرحله الثالثه طبعا في التكتيك ومع المباريات الوديه في الملعب يعني يكون ملعب رسمي